إجراءات عقابية وحاسمة. هكذا بدأت مصر العمل على مكافحة سماسرة الحج بتوجيهات رئاسية بسبب العدد الكبير من الحجاج المصريين الذين تم رصدهم هذا العام. السماسرة وأصحاب الكيانات الوهمية في قطاع السياحة يستغلون غير القادرين على نفقات الحج النظامية ويقنعونهم بالحج من خلال تأشيرة الزيارة السعودية التي لا تمنح لحاملها الحق في أداء فريضة الحج. هؤلاء الحجاج غير نظاميين، لم يتم تجهيز لهم وسائل نقل ولا وسائل إقامة ولا أماكن لاستقبالهم في منى وعرفات، فكانت ظاهرة غير جيدة. السنة دي حقيقة ضرتنا كلنا كحجاج. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية عمل لدراسة أسباب ما حدث، وبالفعل بدأت الحكومة التحقيق مع عشرات السماسرة، وتم سحب تراخيص 16 شركة سياحية تحايلت لتسفير الحجاج وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة. الناس القائمين الموجودين قادرين على أنهم يكونوا مجموعة عمل أو فرقة عمل منهم، سواء من خلال وزارة السياحة أو من خلال غرف شركات السياحة أو من خلال اتحاد مصر للغرف السياحية، وبالإضافة لكل السلطات الموجودة في الدولة المصرية يتم تكوين لجنة لعمل منظومة للتواصل مع الناس اللي سافرت من خلال نظام السفر وتأشيرة الزيارات واطلاع على البيانات وتجميع معلومات ثم بعد كده وضع حلول. وبحسب وزارة الداخلية المصرية فإنه لا يوجد أي مفقودين من الحجاج المصريين الذين وجدوا في المملكة ضمن بعثات الحج الرسمية الثلاثة، وهي القرعة والسياحة والتضامن. بينما قالت الحكومة المصرية إنه تأكد وفاة نحو 28 حاجا مصريا من 50,752 مسجلين رسميا، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة.